الوزير قبل إنشاء مصانع تركيب السيارات كنا نستورد السيارات، وكانت الخزينة العمومية تستفيد من أموال بالنسبة للجباية وكذلك بالنسبة للتيفيا. لكن بعد ما نشأنا هذه المصانع اللي هي تركيب وعطيناهم امتيازات خيالية، أرض مصانع موجدة، ربطناهم بالكهرباء، عندهم كل الوسائل باش يخدموا وباش يعطيونا حاجه للبلاد، باش يخدموا لنا الشباب تاعنا، باش يجيبوا لنا سيارات اقل سعر. واش نلقاو سيد الوزير؟ نلقاو انه السيارات عاد في الجزائر اغلى من اصلها في البلد الام. يعني السياره اللي تسوى في فرنسا ولا في المانيا البلد المنشا تاعها، هنا في الجزائر تكون اكثر. انا باغي نفهم فقط سيد الرئيس، سيد الوزير، مش سؤالي وحدي، سؤال 43 مليون مواطن جزائري. احنا هذه الشركات هذو اللي حليناهم تاع تركيب السيارات، حليناهم باش يستفيدوا هما 3 4 5 10 12 عبد هما اللي يستفيدوا، ولا باش يستفيد الجزائر كامل؟ نهار كي حليناهم كان دفتر الشروط سيد الوزير يقول بلي لازم ينشئوا مناولات، شركات المناولات. وين هي شركات المناولات؟ فات 5 سنوات، دفتر الشروط فات لي 5 سنوات، يعني انقضى تاع تركيب السيارات انقضى. لحد الان كاش ما شفنا شركه مناولات، كاش ما خدموا الشباب تاعنا. نهار كي كانت الجزائر واقفه على رجليها وكنا حابين نخدموا صح البلاد، كانت شركه اسمها شركه سوناكوم، كان كل شيء تخدم في الجزائر، شاركنا بها في الرالي ونجحنا فيها وجينا احنا الاولين في 79. لكن اليوم للاسف الشديد واش رانا نشوفوا سيد الوزير؟ لا شيء. سيارات. والغريب في الامر، بعد ما تكون حملات من عند الشعب الجزائري يكون واعي ويقول خليها تصدي، الغريب في الامر واش يكون سيد الوزير؟ انه تكون تخفيضات بمبلغ 100 مليون، هذا هو اللي بغى الشعب الجزائري يفهمه. يعني 100 مليون هذاك نحاها هذا المركب، ما نقولوش المصنع، هذا المركب نحاها من دراهمه الخاصه ولا بغى يتمزى بها على الشعب ولا وش هو؟ هل الفارق هذا تاع 100 مليون هو هامش الربح تاعو ولا هامش الربح تاعو اكثر؟ سيد الوزير لازم نطرحوا عدة أسئلة، ولازم نحاسبوا هذ الناس بعد ما فاتت 5 سنوات، واش درتوا لنا إضافة؟ بعد ما عطيناكم كل الامتيازات، واش قدمتوا للجزائر؟ واش قدمتوا للسوق الجزائرية؟ راكم هلكتونا، هلكتوا الخزينة، كنا نستوردوا وكنا نجيبوا في الدراهم ندخلوا في العملة الصعبة، بعد ما عطيناهم كل هذه الامتيازات واش استفدنا منهم؟ سيد الوزير مجموعة من الأسئلة حتجاوبونا عليها. متى يتم إعادة النظر في دفتر الشروط الذي يحتوي على فراغ قانوني كبير لكي يجبر هذه المصانع على الالتزام بكل تعهداتها؟ هل سيتم استحداث لجنة تحقيق في الأسعار وتضخيم الفواتير؟ ما هي خطتكم لرقابة السوق ووضع حد للاحتكار؟ ما هي تدابير الإجراءات التي تتخذونها لضبط أسعار السيارات لتتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن اللي راهي مهلوك القدرة الشرائية تاعو هذه الأيام؟ حتى نهار كي فرح قال راح يديروا لنا سيارات جزائرية، لقى روحه مسكين لا يقدر لا يشري، لا الأوروبية ولا الجزائرية. سيد الوزير احنا ماناش ضد أنه نصنعوا، بالعكس احنا نكونوا سعداء نهار تعود سياره جزائريه 100% ونصدروا كما راك تطمح انت وكما راك تقول في القنوات التلفزيونيه نطمح الى التصدير الى الدول الافريقيه، لكن واش نصدروا؟ نجيبوا من هنا نفخوا الربض نعاودوا نصدروا هما؟ يا سيد الوزير ها وين البطاله اللي راكم تقولوا نقصت؟ نهار كي نديروا صح شركات المناولات تنقص البطاله، هي ما نقصتش، هم كل يوم ما يحرقوا ويموتوا على جال ما كانش، ما لقاوش واش ياكلوا، ما لقاوش واش يخدموا، لا علينا. لكن سيد الوزير الشيء اللي نحبوا ناكدوا عليه انه احنا كنواب ونتكلموا على اسم الشعب، هذا هو ما يخفاناش. انا تاع نقولوا مصانع في سطيف ولا ما كانش سيد الوزير، ما كانش حاجه كبيره، اذا كان مصنع ولا اثنين معناها ماهيش راح نعمموها بنسبه 40%، 40% هذاك واش معناها؟ معناها كل هذا المصانع تاع التركيب كل تعود تخدم، يا مازالوا يجيبوا الباراشوك من هيه، يا كل شيء يجيبوه من هيه، ينفخروهم هنا ربض ويديهم، المشكل وين؟ زيد السامبول زاد تقسم على زوج. احنا ماناش باغيين نتكلموا برك على باش نصدروا ونكونوا فرحانين باللي قاعدين نخدموا، وما نكونوش رطار بزاف لدرجه انه نهار كيخدموا في دوله معينه براءه الاختراع تاع سروال جينز كانت 1814 نجيو اليوم احنا فرحانين نقولوا راح نصنعوا اول سروال جينز في الجزائر، وهذه مش اهانه لا ليك ولا ليا ولا لاي واحد، ولكن شي نحبوا نقولوه نتطوروا. راك تقول باغيين نتطوروا على 5 سنين، فات 5 سنين، اسما لازم لنا 40 سنه 50 سنه باش نتطوروا باش نقدروا نديروا صناعه تاع السياره هنا في الجزائر. هكذا يا سيد الوزير، هو الشعب ويستنى من عندكم، هاكم انتم اللي حاكمين الدولة ويستنى من عندكم الكثير، واش تقولوا استنى استنى شحال راح يستنى؟ عطيونا توقيت، إذا قلنا يفوتوا 3 سنين نعطيكم 5 سنين نعطيكم، هاي فات 5 سنين الأولى، واش كاين بعد 5 سنين؟ وأنا قلت لك سيد الوزير في سؤالي كان محدد، قلت لك واش هي الإجراءات اللي راح تديروها باش تحاسبوهم؟ أقل شيء راقبوهم. هل الفوائد هذه اللي راهم يديو فيها كل، يا أخي حنا لازم يطلعوا طبقة تاع 10 و15 عبد، علاش؟ شكرا لزميلنا النائب اسمع زوار.
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.